السلام عليكم، معكم الشاف صالح الباتني. اليوم راح نحضر معكم وصفة جديدة بمناسبة الدخول المدرسي، اللي هي سفنج أو ما يعرف بالخفاف. راح ندير لكم بطريقة تقليدية تاع ناس زمان. وحنا دائما في العادات والتقاليد تاعنا، يعني في الدخول المدرسي، نديروا الأطفال تاعنا حوايج كيما هذو، منهم السفنج. خلينا نمر طريقة التحضير وما هي المقادير اللي نحتاجوها في هذه الوصفة. عندي لهنا 500 غرام سميد، 500 غرام سميد او ما يعادل ثلث كيسان ونص انت سميد. بهذا الكاس نديرو ثلث كيسان ونص سميد. عندي لهنا 100 غرام فارينة او ما يعادل كأس الى اصبع انت فارينة. هذا بالنسبة للسميد والفارينة. اذا حبيتو انتما ديرو غير السميد، يعني ديرو حوالي ربع كيسان ونص انت سميد، يعني تقدروا ديروا 100% سميد. ايضا عندي ملعقة انت اكل خميرة تاع خبز. نحتاج ايضا ملعقة انت اكل سكر، وزوج ملاعق او 2 ملاعق انت اكل زيت نباتي. ما تكثروش الزيت بهذا الشكل. نخلط هذه المكونات. بالنسبة للملح انا ما نضيفوش حتى من بعد في المرحلة الثانية باش نضيف الملح، يعني باش ما تقولوش راهو نساه برك. بعد ما خلطها نبدأ نضيف في الماء الدافي شوية حتى تحصل على عجين يكون متماسك، ما يكونش جاري بزاف. نضيف الماء بالتدريج حتى نتحصل على عجين. لهنا في المرحله الاولى ما نعجنوش العجين تاعنا، يعني كيما نخدموا المطلوع. دوكا واش راح ندير؟ راح نحط نغطيها ونخليها ترتاح حوالي 10 دقائق باش نمر معكم المرحله الثانيه. ركا بعد ما مرت عليها حوالي 10 دقائق نحيها من هذاك الساشي، وراح نبدا نعجنها شويه كيما نعجنوا المطلوع بهذا الشكل. بعد ما نعجنها شويه ندير لها الملح. ملح لازم نديرو شويه باش ما يجيكمش صامط هذا الشكل. ندير له شويه ماء وراح ندخل في العجين تاعي الملح هذا الشكل. ندخل هذاك الملح والماء ومن بعد نكمل معكم. بعد ما ندخل هذاك الملح والماء لهنا عندي زوج بيضات. انا راح ندير بالبيضه البيضة الأولى. لهنا بالنسبة للبيض اللي يحب يدير اللي ما يحبش يدير، يعني الإضافة تاع البيض راهي تزيد في الخفة تاعو والطراوة، واللي ما يحبش عادي ندخلو بالبيضة بهذا الشكل. نزيد ندير البيضة الثانية بعد ما دخلت البيضة الأولى. كما قلت لكم البيضه كنت تقدروا تستغناو عليه، هذه هي. نحاول نفوت البيض مليح ونعجنها ايضا مليح. راح نزيد نضيف لها الماء لانه ما درتلهاش كميه كبيره. نزيد ندخل البيضه الثانيه ونولي لكم. بعد ما فوت العظمه الثانيه او البيضه الثانيه كاش راح ندير؟ نحاول نخدم في البلان دو طرافاي احسن من القصعه. نجيب الماء تاعي ونبدا نسقي فيها حتى نتحصل على القوام اللي نحتاجه انا، يعني راح تتحصلوا على قوام كما تاع المسمن. نعجنها مليح ونضيف لها الماء حتى تولي دير لي هذوك الفقاعات.
دائما احنا هذا العجائن هذا التقليديه لازم نعجنهم مليح باش يجيونا خفاف. نكمل نعجن. ومن بعد ان شاء الله راح نرجع لكم. بعد ما تبدا دير الفقاعات ودير بالكثره نبدا نخطوها بهذا الشكل. يعني هذه الطريقه هذه راح تنجحها لكم ايضا. وديرها خفيفه، شوفوا الفقاعات لازم ديروها الطريقه حوالي 10 دقائق وانتم تخدموا بهذه الطريقه باش تنجح لكم. يعني هذه هي الطريقه التقليديه الاصيله. هنا واش راح ندير؟ راح ندير الزيت. بعد ما كملت راح ندير الزيت في يديا، راح ندير هذا كامل العجين باش ما يلصقش. نزيد كميه راح نحطها في علبه كيما هذه، نخليها ترتاح وزيد ضعف الحجم تاعها ونغلق عليها. بعد ما يضعف ان شاء الله نعطيكم كيفاش راح نشكلها ونطيبها. بعد ما ضعف الحجم تاع العجين تاعنا انا راني هبطت الخمور وتفاصيل الفيديو. هنا واش راح ندير؟ عندي زيت، ندير شويه زيت في يديا، حطوا الزيت قدامكم باش تخدموا بها. ونخدم بهذا الشكل، نحي عجينة هكا صغيره ونحط في البلون دو ترافاي بهذا الشكل، نفتحها نحاول ندير لها ثقبه في النص. ندير لها ثقبه ونحطها الطيب. اول حاجه نديرها انه نربع عليها الزيت من فوق باش تنفخ بهذا الشكل. ونقلبها على الجهه الثانيه، حاولوا تنقصوا شويه النار، النار تكون هاديه. لهنا انا الزيت الوقت اللي هبطت الخمور تاعها حطيت الزيت سخن في المقلة على نار تكون متوسطة. هذه هي شوف كيفاش طلعت، نحمرها على الجهتين. نزيد نعود معكم وحدة كما ودكم ندير الزيت في يديا، ومن بعد نحي كمية تاع عجين. هي فيها شوية خدمة ولكن كما قلتكم بمناسبة الدخول المدرسي اطفال تاعنا يحبوا هذا المعجنات هذو، ويجيو بزاف ملاح ويجيو خفاف. حاولوا ترقوهم شويه باش ما يكونش فيهم العجين بزاف. ندير فيهم ثقبه في النص ونحطها في الزيت. كما قلت لكم الزيت تكون على نار تكون متوسطه، ولازم هذه العمليه ضروريه باش تنفخ لكم السفنجه تاعكم او يضاعف الحجم تاعها. هذه هي، انا نطيب كامل الحبه تاعي بنفس الطريقه ان شاء الله، ونتلاقاو كيفاش راح نزينهم ونحطهم لكم في صحن تقديم. انا وصلت لنهايه هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا السفنج تاعنا راهو حاضر معنا في صحن التقديم، درتهم لكم بمناسبه الدخول المدرسي لانه الاطفال تاعنا يحبوا هذا الحوايج هذو، وزيد من عاداتنا وتقاليدنا. كاين اللي درته لكم بالسكر، وهذا راح ندير له العسل بهذا الشكل. هذه هي، انا راح نعطي لكم كيفاش جاء من الداخل. يعني راهم ما شاء الله شوفوا كيفاش جاو خفاف وملاح، ما همش معجنين بزاف. هذه هي شوفوا الطراوة تاعهم، جاو بزاف ملاح. نتمنى ينالوا اعجابكم وتجربوهم. اذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. واذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم ما عليكم الا تكثروا لي من لي جيم وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو. نقول لكم بدوري شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر. سلام.